شوية راح نوصل لهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي جريدة الحدث 24، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من العاصمة العلمية للمملكة. متابعينا مع واحد القضية ديال واحد السيدة زوجة أحد المستثمرين المغاربة اللي كان في أمريكان، مازال في أمريكا، كتقول هي اللي غتتحمل مسؤوليتها في كل هادشي اللي غتقول، وهادشي اللي قالت لنا أنه عنده جنسية أمريكية، جا للمغرب خاصة الإقليم صفرو، بغى يستثمر في واحد المشروع سياحي، فاذا به كيتصدم، ما بغاوش يعطيوه، ما بغاوش يسويو لهم الوضعيه ديالو. المشروع ساوي مئات الملايين، ولكن الى حدود اللحظه مازال ما كاينش تسويه. جات الوكاله الحضاريه لفاس، رغم ذلك مازال ما كاين حتى شي حاجه. كتقول نخليكم معها بعدا، هي اللي غتشرح لنا باش ما يجيش شي حاجه على اللسان ديالي. السلام عليكم. السلام عليكم. زكاني هاجر. شو المشكل اللي وقع؟ المشكل اللي وقع لي جيت النهار الاول باش ندير من الاول. واخا مشيت للسيد ديالك. السيد ديالي في امريكا جاي خدا واحد بغى يدير بروجي، يخدم معاه شباب، يخدم معاه شباب بزاف د الحوايج. المهم مشيت قالوا لي غادي ديري، مشيت للبلديه باش نطلب. شوف انا نمشي معاك. واخا. المشروع شنو هو النوع ديال المشروع اللي بغا يدير؟ بغا يدير كافي ريستورون. كافي ريستورون. فين البلاصه هادشي؟ سميتو في صفرو. صفرو. واخا. عنده الارض بغا يدير كلشي، راه قرب العماله. خدا العماله. وعندها الاطلاله للواد. شحال تقريبا ديال الفلوس اللي راه ماشيه؟ 100 وزياد. اللي ماشيه. وجاو هادشي غير ديال لا لا بالارض، بكلشي بكلشي بالارض بكلشي. فاش جيت فاش مشيت كنطالب بالرخصه ديال الاصلاح، عطاوها ليا، عطاو لي رخصه ديال الاصلاح. المهم مشات الامور كما هي. فاش جيت ندير الرخصه ديال القهوه وريستوران، قال لك لا ديري تسويت الوضعيه. فعلا مشيت خرجت المهندس، يعني داكشي اللي قالوا لي كله درتو، يعني ما كاين لا هادي ولا حتى. المهم هي هادي، قالوا لك ديري تسويت الوضعيه. درنا تسويت الوضعيه، النوبه الاولى ما قالوا لي والو، قالنا ما عنديش مشكل معاك. النوبه الثانيه ما عنديش مشكل معاك. هنا في لاجون سيربان هنا. فاش قلت له على حساب، شوف لعطيك السر، راه بقاو لي الطوابل والكراسه، قال لي سيري خديهم، راه ما عندناش مشكل معاك، راه ما عندكش لحد الان ما عندكش مشكل. فاش جيت نوصل من هنا صفرو حتى لقيتهم ضمصوا الدوسي، قال لي سيري غتمشي للبلديه ديال صفرو غتلقاي كلشي، يعني راه ما عندناش مشكل، حيت كيدوز هاد الدوسي كيدوز على البلديه، ومن البلديه الملحقه ديال العماله. فاش مشيت لقيت الدوسي في البلديه دايز، عندك في الملحقه ديال العماله ما داش، وهنا وقفوا الدوسي من لهنايا من لاجون سيربان، وقفوا الدوسي. فاش جيت قلت لهم، فاش جيت اللي شاد الدوسي لا داعي الاسم ديالو، فاش جيت كان هذا، قال لي ما عندك، سيري شوفي مع المدير، انا ما عندكش مشكل معايا، طلعي عند المدير. من شهر ثلاثة وانا كنجي عند المدير، شهر ثلاثة من شهر ثلاثة قسما بالله، مني كنجي ما بغاش يستقبلني المدير، كنلقى الكتيبات ديالو احقا ما كاينش، احقا ما كاينش، هو في وسط المكتب وما بغاش يستقبلني. والبارح ما عرفتش انا، غير يقولوا لي السبب شنو هو. انا مواطنه كنطالب حقي، انا باغا نعرف شنو هو السبب، اللي باغا نعرف شنو هو السبب. انا راه ما غاديش نوقفها هنايا، مازال غتوقف، غندير وقفه احتجاجيه هنا، مازال غنطلعوا نصفروا، راه ما غنوقفش، حيت حق واحد الانسان غادي يجي يستثمر في بلاده راه من حقه، راه ماشي ما كاين سرق حد، ما ناهب على حد، رزقه دار فيه تماره، والدوله ديالنا خصها تساعد، خصها تعاون المواطن وتعاون المهاجر. يعني راه بالله عليك واحد عنده جنسيه امريكانيه وما باغينش يساعدوه، راه ما يمكنش. هادشي راه خصو يوصل لمحمد السادس، علاش واحد الانسان عنده جنسيه امريكانيه مغربي وما باغيش، ما باغيش يساعدو؟ راه غيخدم مع محمد السادس، راه غيتعاون مع البلاد، راه غيخدم سبعه ولا سته الناس، راه كاينين هجاجل، كاينين شمر عطا الله. الا بغينا الا كان بنادم يعني باغي يخدم هاد الشباب، راه ما غيبقاش الكريساج، ما يبقاش الفساد، بزاف د الحوايج ما غاديش يبقاو.
هما مستثمرين جايين للبلاد باغيين يخدموا البلاد، ولكن مع من؟ وسيدنا راه ما كاينش المسؤولين اللي داير، راه والو سيدنا راه ما كاينينش. الله يرحم والدينا سيدنا، راه المغرب غادي فواحد المصيبه الكحله. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين، بالله عليك واش واحد يحط 100 مليون وكيضرب تماره في الغربه وما يساعدوش؟ راه المنكر هذا، راه يمكن واحد كان عاد مشيت عاد من ما مشيت راه غادي يستقبلني، والمدير ديال الوكاله الحضريه ما بغاش يستقبلني، راه انا مواطن راه من حقه يستقبلني، مادام داير الامن وداير 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 السلطات راه من حقهم يستقبلوا المواطن، من حقهم يستقبلوا المواطن. ا محمد السادس الله يرحم الوالدين، انا كنطلبك اختي دابا حاليا شنو كيقولوا لك؟ واش ما كيقولوا لك حتى شي حاجه؟ ما كيقولوا ليش اخويا، ما كيجي عندك حتى واحد حتى يهضر معاك؟ ما كيجي عندك حتى واحد؟ لا خويا كيجيو، كيجيو اخويا، كيجيو سماسريه، كيجيو اخويا لا عندي لدرجات كيقولوا لي واش تبيعي؟ قسما بالله العلي العظيم انا ما غنبيعش، ما غاديش نبيع انا، انا ماشي ماشراها الا 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 غادي ان شاء الله غادي يكبر المشروع، راه واخا ما حتى شي يكون راه ما غاديش نوقف. واخا السيد ديالك دابا انت هنا في المغرب، السيد راه في امريكا. اها في امريكا دابا ملي كيشوف المشروع ديالو حط الفلوس ديالو المشروع ديالو، حلف على شي حاجه ما يعاود يديرها في المغرب، حلف حلف ما يدير شي حاجه في المغرب، لو هو وكما كانوش والديه في المغرب، المغرب ما يصدمش فيه، ما عنده ما يدير في المغرب. دابا الفلوس خرجات من خرجات شراها هنا. اه من شهر ثلاثة وانتم من شهر ثلاثة وانا كنطلع ونهبط ونطلع ونهبط ويديوني ويجيبوني وماشي كنهبط، يعني راه كتهبط بالترونسبور وطلع و... راه لا اله الا الله محمد رسول الله، والفلوس راه الفلوس كتعرف شنو هي الفلوس؟ راه الفلوس عباد الله، الله من هذا منكر. حنا البارح لقيناه هنا ما بغاش يهضر معنا كاع، الكاتبة ديالو كتقول لنا سيروا هضروا مع الوزيرة، هي غتورينا حنا شنو غادي نديرو. راه هادشي خصو يتوعد له، يتوعد يوقف هنا، يدار لي حد، حيت راه المواطن راه واكل العصا، راه واكل الشحط، راه كاين اللي ما لاقيش يشري حتى خبزة. واحد الإنسان جاي يستثمر في البلاد ديالو وحط الفلوس صحيحة، والمدير ما باغيش يستقبل، المدير كان يتخبع كيقول لهم أنا ما نهضرش معاها، علاش ما يهضرش معاي؟ راه الدوسي جنسية أمريكانية، علاش ما يهضرش معاي؟ واش أنا سرقة شي واحد؟ نصب على شي حد؟ راني مواطنه، راه سيدنا وكيتعامل مع الشعب ديالو، حالك 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 الموظفين، راه بالسيف عليه يهضر. الله من هذا من قاع راه بزاف. واخا اختي الله يسالك الرساله ديالك شنو المطالب ديالك؟ خويا الرساله ديالي راه ما غاديش نوقفها هنا، يديروا معايا حل، راه السيد غادي يجي، راه قريب غيجي، غادي يدخل القنصليه غايشو. هذا راه المنكر، هذا هذا المسؤولين ما دايرينش خدمتهم، انا كنقولها وكنتحمل المسؤوليه، المسؤولين ما دايرينش خدمتهم، وغير غنسالي من هنا غنطلع نسفرو حيت راه المنكر باش يحط واحد. سفرو شنو كيقولوا لك فاش كتمشي تما تسفرو؟ هذيك هذيك قصه بوحديتها، عاود هذيك غير غنطلع نسفرو، هذيك عاود حكايتها بوحديتها. هذيك شنو كيقولوا لك؟ شنو كيقولوا لك؟ كل واحد وشنو كيقول، كل واحد وشنو كيقول. من اداره لاداره، لدرجات مشيت لا داعي للاسم، لدرجات مشيت لواحد المكتب مؤخرا وحرك عليا من المكتب، ولكن هذيك قصه بوحديتها، هذيك عاود غير نطلع صفر وغادي نجبدها، وما كنخافش وما كان وما كنسرق حد وما كنسب حد، وعاش سيدنا. وانا هاد 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 شوف هاد هاد اللقاء هذا بغيتو محمد السادس يشوف، الله يرحم الوالدين. اه انا ما عنديش مشكل حيت انا ما نصب على حد، ما داير حد رزقه، ما حتى شي حاجه باش يعطيك النوبه الاولى ويقول لك ما عندناش حتى مشكل، حتى مشكل ما عندنا معاك، ويخليك ضيعتي الفلوس في الماتيريال وفي الفلوس وجهزتي وفي التالي ها هما ثلاثه دلورا، فاش جيت لعندو بداو كيدوروا عليا الكرسي، حنا ما عندنا ما نديرو لك، ها هما كيقول لك حنا ما عندنا ما نديرو لك. شوفي مع المدير. واخا اختي نسولك واحد السؤال بالنسبه العقار اللي خداه الزوج ديالك، آه. واش فيه شي نزاع ولا شي حاجه؟ خويا ما عندي حتى نزاع، انا وريقاتي بوحدو، ما عندي لا نزاع لا جوج لا حد لا ثلاثه. العقار ما فيه لا ما نزاع، ما عندي حتى مشكل، وتسويت الوضعيه ما عندهاش العلاقه بشي نزاع ولا، ما راهمش هما كوميساريه، هذا حقي كنطالب به يعطوه ليا.
هادشي اللي كنعرفو. اختي الله يدير شي تاويل خير نخليهم مع هذا السيد الفاعل الحقوقي. السلام عليكم عبد العزيز بوهتون، منسق ديال التنسيقيه الحقوقيه على المستوى الوطني. من بعد ما الاخت اللي هي عندها واحد الوكاله مفوضه من طرف الزوج ديالها من اجل تسيير وواحد المقهى، واحد المقهى ومطعم اللي رفضوا باش يعطيوها هاد ولا يسويوا لها الوضعيه ديالها. بالطبع تقدمت لنا بواحد الطلب ديال الدعم والمسانده لهاد المنظمات الحقوقيه اللي هي على المستوى الوطني. بالطبع مني حنا من اجل التعبير عن النضج ديالنا جينا مباشره لدى المؤسسات من اجل باش نعرفوا يعني علاش ما تسلمتش لهاد السيده الرخصه. جينا اول خطوه جينا لهنايا للوكاله الحضاريه بفاس، طلعنا لعند المسؤول اللي هو السيد المدير، قلبتنا السيده الكاتبه ديالو شكون نتوما، عطيناها التعريف ديالنا. فاش دخلنا ميم با 5 مينوت وجايه كتجري، السيد المدير راه في الاجتماع. طبعا بالحكم التجربه ديالنا المتواضعه في هذا الميدان خرج كنجبروا المكتب محلو، السيد راه تما مخبع. وحتى هبطنا لهنايا عاد هو خارج. مشينا للولايه من اجل باش نعرفوا ما قيل ويقال هل هو صحيح، كنجبروا كل شيء يكذب. ولهذا كنوجهوا رساله ديالنا لصاحب الجلاله، لصاحب الجلاله، بان الموظفين اللي هما منزلين في المصالح وسيرتو هنا في فاس ما كيقوموش بالواجب ديالهم. المفهوم ديال تفعيل وتنزيل، المفهوم ديال تقريب الاداره من المواطن اللي نادى به صاحب الجلاله في كل الخطابات ديالو، هاد المسؤولين كيمشيو في الاتجاه المعاكس. وحنا دابا في صدد من اجل اعداد وتنظيم وقفات احتجاجيه امام كل الجهات المختصه، وهاد يعني الوكاله ولا المسؤول على الوكاله ديجا عند كاينه شكايه اللي وضعوها لدى ديوان السيده الوزيره وطلب ديال المقابله. الى حد الساعه ما كاين حتى شي حاجه. حنا كنطالبوا من يحمي هذا الشخص، من يحمي هذا الشخص اللي هو من المفروض عليه باش يستقبل المواطنين، من يحمي هذا الشخص؟ والسلام عليكم. وعافاك واحد ضيف شي كلمه عطيها خويا. وبالنسبه لهاد الوراق تعطات لي النوبه الاولى والنوبه الثانيه، قالك ما عندك حتى مشكل معنا، والنوبه الثالثه رفضوا لي الملف. بغيت غير نعرف علاش، غير المدير باش يقول لي السبب هو شنو هو علاش، ما كاينش، كيتهرب. جوج والو، جوج مرات منين تعطى الاوكي والنوبه الثالثه تحيد. شنو هو السبب؟ بغيت انا نعرف السبب. وماشي من حقهم يرفضوا ليا، يعني واحد الانسان جاي يستثمر في بلاده وحط الملايين راه خصهم يتساعد، ماشي جنسيه امريكانيه ومغرب وبالتالي تجي اداره يعني راه ما يمكنش، راه ماشي من حق. والله يرحم الوالدين، انا كشوف راه ما غاديش نوقف هنايا. هو داخل، شنو هو داخل ومازال غيمشي للقنصليه ومازال باش يعرف شنو. بغينا نعرفوا حنا شنو هو السبب. شكرا اخويا، الله يجازيك بارك الله فيك. خليك اختي معايا. متابعينا كما سمعتوا معنا، فهذه السيده ديال واحد المستثمر، كما قالت هي مستثمر مغربي كيحمل الجنسيه الامريكيه، بالنسبه للناس اللي كيتسائلوا كيحمل جنسيه امريكيه، جا للمغرب بغى يدير مشروع استثماري، فاذا به كيلقى عراقيل كما قالت هي. فاحنا ما كنتبناوش الروايه او لا شنو اللي قالت هي، فقط كنوصلوا الصوت ديالها كما هو. نتمنوا من الله خير، ونتمنوا المسؤولين على جميع الادارات المغربيه يقربوا الاداره من المواطن كما جا في الخطابات ديال الملك في جميع الخطب ديالو اللي كيتعلقوا بهذا الشيء، فكيدعي الى تقريب الاداره من المواطن. نتمنوا من الله خير، وتحية لكم إلى مباشر آخر إن شاء الله بحول الله. ومازال إن شاء الله بحول الله نمشيو تصفروا شي كلمة. واخا مرحبا، أجي معايا كمل لي، نمشيو تصفروا ونصوروا حدا المشروع ديالها باش نوصلوا نشوفوا إن شاء الله بحول الله. واخا من أجل الإضافة. والغريب في الأمر بأن حنا بغينا يعني نشوفوا، بغينا نشوفوا يعني السيد المدير أو موا يصيفطك لواحد المصلحة، لواحد المصلحة اللي هي قريبة عليه، علما بان السيده اللي تما في الاستقبال ولا الكاتبه
الخاصه ديال السيد المدير، قد كثير شوفوا الوزيره عاد جيو لعندنا. حنا راه حنا عندنا طلب ديال المقابله ديال السيده الوزيره. هنا خاص جميع المسؤولين يديروا الناس اللي يكونوا في المستوى من اجل استقبال اللي الحق ديالهم كيضيع بالحكم ديال عدم التجربه ديال بعض الكاتبات وبعض الكتاب اللي كيوضعوهم يعني في الكتابات الخاصه. ولهذا نطالب من اجل يعني فتح تحقيق حول هذا الملف هذا ديال هذه السيده المستثمره اللي هناك حسب القول ديال اللي كتقول بان كيجيو كيساوموها باش يديروا لها مضايقات باش تنسحب. وشكرا. جريده الحدث 24 اللي هي صراحه معروفه على المستوى الوطني وعلى المستوى ديال الجهه يعني بالمراسلين ديالنا وبالناس ديالها، كنشكرهم بزاف وتحيه نضاليه. واخا شكرا بارك الله فيكم متابعينا. كما سمعتوا هذا هو الرساله اللي بغاو يوصلها الفاعل الحقوقي والسيده الزوجه ديال المستثمر اللي عندها وكاله مفوضه من طرف الزوج ديالها. تحيه لكم.